الاستجابة كانت شكلها ايه وقتها لما طرحتم هذه الفكرة يا ست؟ طبعا كان في استجابه من احنا بعتنا طلب رسمي كمان غير المبادره، بعتنا طلب رسمي موثق للسيد دوله رئيس الوزراء، ثم اتخذ السيد رئيس الوزراء وجه باتخاذ الاجراءات، لكن يعني تعثر الموضوع شويه علشان يعني انت حضرتك عارفه مشاغل وزاره الماليه كثيره. ثم نواب الشيوخ استمروا في دعم هذه المبادرة، فنواب الشيوخ من التنسيقية تقدموا باقتراح برغبة لوزير المالية انه يجب ان يتم تنفيذ هذه المبادرة وان نتناقش ازاي تتنفذ، وكانت الاستجابة سريعة من رئاسة الوزراء انها وجهت باصدار العملة، وده نجاح جديد للتنسيقية ان يكون اول عمل يخرج للجماهير من مجلس الشيوخ هو تكريم الفرق الطبية. حقيقة أنه بخطوة عظيمة. أنا بس عايز أعرف لمستم أي ردود فعل من الأطقم الطبية؟ يعني سمعتم حاجة بعد يعني هذا التكريم بهذا الشكل؟ إحنا الحقيقة كنواب موجودين في الشيوخ أو نواب مجلس النواب من التنسيقية وكوادرنا الموجودين في المحافظات تلقوا رسائل شكر وتقدير من الفرق الطبية المتواصلين معاهم. الناس شايفة أن ده تقدير كبير. أنا عايزة من الجنيه ده يا سيادة النائب. اول ما يبقى معايا هجيبهولك والله. كلنا الحقيقه يعني حتى زمايلي كلنا عايزين من جنيه، والنص جنيه اللي بيكرم الجنيه دلوقتي بيكرم وبيخلد دور الاطباء المصريين. وبنشكركم على هذه الفكره، والحقيقه ان انا يعني هقعد ادور لغايه ما الاقي الجنيه المصري. لا موجود في مصلحه الخزانه، اول ما يظهر في مصلحه الخزانه يبقى للتداول طبعا. وفي رساله هنا ضمنيه، احنا بنحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأنه هو من وضع هذه السنة الحميدة، وهي تخليد المشروعات القومية والبطولات على العملة. وده أحد مصادر إلهامنا بالفكرة برضو، إن إحنا لما شفنا مشروع قناة السويس، لما شفنا العاصمة الإدارية، لما شفنا نماذج كثيرة من المشروعات القومية المصرية تخلد على العملة، فكانت فكرتنا إن إحنا نخلد الأبطال لأنها بطولة حقيقية طبعا. لأنهم على خط المواجهة مثلهم مثل الجيش المصري البطل.